وينضم إلينا والد الملاك غلا. يا سيد أياد خلف، الله يعينك ويصبرك وإن شاء الله ينطيكم القوة ويعيد لكم الصحة والعافية لبنتك غلا. احكي لنا، يعني راجعت الأطباء المستشفيات، ما ممكن أنه يكون العلاج في العراق نهائيا، ماكو علاج بالموصل أو بالعراق، العلاج فقط بالهند أو أثينا أو إيطاليا. يعني كيف توصلتوا هذا كلام الأطباء؟ اي هذا كلام الأطباء، وعندي فحص من مستشفى ابن الأثير، فحص النخاع العظم، أخذنا هذا الفحص وطلع على هذا المرض والحمد لله والشكر. يعني خلال، يعني هو أولا هو هذا المرض شنو يعني وراثي؟ لا ما عندنا الحمد لله والشكر، يعني بالعائلة أو من العشيرة هذا المرض، فابتلاء من الله عز وجل. يمكن عندك سؤال. والله أني كمواطنة بسيطة وباعتباري مذيعة في قناة التغيير، أتبرع بجزء ولو بسيط للسيد إياد خلف لمعالجة أو لعلاج، يعني شراء علاج لطفلته، وأعتبر هذا تحدي، وأوجه هذا التحدي لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وأيضا لرئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي. هذا كل اللي أقدر أنا أسويه.